يسعد صباحك يا سلمى. صباحك يا سلمى. صباح الخير لك. صباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كانوا عم يحضرونا. نهار جديد ان شاء الله يا رب هاليوم يحمل معه كل الخير والصحه لكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا. طبعا مثل ما بنعرف من امبارح لليوم بلشت شوي الارصاد الجويه تختلف، واكيد بلشت هيك تتنازل شوي درجات الحراره، ومع هاي الايام بلشت هيك شتويه تبرز عن وجودها بشكل كامل. ان شاء الله هالايام خير وصحه على الجميع. مواضيع عديده ومتنوعه مع ضيوفنا الاختصاصيين رح نرافقكم فيها بساعه وربع، ولكن بالبدايه بدي ارجع صبح على زميلتي عفاف. صباح الخير يا عفاف. صباحك يا سلمى. صباح الخير، واكيد صباح الخير والدفى لكثير من الاشخاص يلي ممكن يكونوا بيتحسسوا من هذا الجو او ما بيحبوا الشتويه، وصباحات كثير حلوه للاشخاص يلي بيحبوا الشتويه. بدي اتمنى لكم كالعاده بهذا الصباح والصباحات القادمة تحمل معك كل شيء بتحبوه، ولكن أكيد مع إيمان وثقة برب العالمين إنه رح تتحقق أمامينا. اليوم مكملين معكم صباحنا، وأكيد فقرات جديدة ومنوعة. وقبل الفاصل، لا رح نروح فاصل ونرجع. رح نروح لأولى فقراتنا عفاف، ورح نحكي اليوم فيها عن الطفولة وتحديدا عن عادة من العادات، أو خلينا نقول سلوك من السلوكيات، اللي هو التقليد عند الأطفال. معروف أنه التقليد هو مهارة أو سلوك بيتعلمه الطفل بسن مبكر، وعادة بيحاول يشوف الأكبر منه ويتعلم هاي السلوكيات. والتقليد ممكن يستخدمه الأهل بشكل إيجابي لنقل صفات وتصرفات إيجابية للأطفال، وممكن استخدامه بطريقة سلبية. طبعا سلمى، وهالشي ببلش عند الاطفال بعمر مبكر كثير، بحيث بيصيروا بيقلدوا اهلهم او المحيط يلي هنن عايشين فيه بكثير من الكلمات او الايماءات، وهالشي اكيد بخليهم كمان يكتسبوا مهارات اجتماعيه. بس ممكن بعض الاوقات التقليد يقلب لمشكله كبيره، والطفل يتعلم اشياء ما لازم يتعلمها. فامتى ممكن يصير هذا السلوك مؤذي للطفل وبيأثر على شخصيته و حياته بالمستقبل، وامتى ممكن كمان يكون هذا التقليد ايجابي ومفيد للطفل وبيكسبه مهارات اجتماعيه وعقليه وفكريه ايضا؟ كل هاي الاستفسارات رح تجاوبنا عليهم ضيفتنا يلي صارت معنا بالاستديو ريما سعد، وهي اختصاصيه تربيه وعلم. يسعد صباحك استاذه ريما. اهلا وسهلا، يسعد صباحكم دائما ان شاء الله بالخير. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. خلينا نبلش معك استاذه ريم. يعني اليوم التقليد مثل ما قلنا بالمقدمه انه هو ببلش مع الاطفال من عمر صغير، ولكن اليوم شو هو العمر تحديدا اللي انا بقدر اعطي هالطفل سلوكيات يقدر يتعلمها مني، يقدر يمارسها بحياته بشكل عام وتكون هي ايجابيه اذا فينا نقول؟ تمام، مثل ما تفضلتوا انه ببلش التقليد بعمر صغير، يعني وخلينا نقول كل ما كانت مهارات الطفل اعلى ببلش بعمر اقل، يعني ممكن نحن من 9 اشهر من 10 اشهر ببلش الطفل يقلد حركات بسيطه بنعمل له اياها قدامه، فبيبلش يقلدها ويعمل نفس الحركات او نفس بحاول يقلد نفس الضحكه او صوت يعني معين. يعني ممكن هون استاذه بلا مقطوعان حديثك، الطفل بهذا العمر يكون كثير حساس ومثل الاسفنجه مثل ما بيقولوا، انه هو بيمتص اي حتى معلومه ممكن يحكيها او كلام. ممكن الاهل يقعدوا يعلموا الطفل كلمات ممكن ما تكون منيحه، وبس يكبر شوي بصيروا يقولوا له لا عيب ما بصير تحكي هيك، بيعلموا تصرفات على اساس انه هن عم يقووا له شخصيته او عم يخلوه اكثر جراه لحتى ينخرط بالمجتمع، وبس يوعى شوي بيقولوا له هي التصرفات ما بتصير، هي التصرفات عيب. فقد ايه ممكن هذا الشيء عن جد يكون خطير على الطفل وخصوصا بهذا العمر؟ تمام، طبعا يعني الاهل الواعيين والقدرانين يربوا بطريقه كثير نوعية التربيه، خلينا اقول على ثقافه، على قراءه، على مثل ما بقولوا تسال اهل العلم، فبيعرفوا انه امتى لازم نعطي الطفل الاشياء الصحيحه لحتى هو يقلدها متنون ويتعلمها. بس عمليا نحن الطفل بعمر السنه سنه ونص تقريبا ببلش يكون راصد لحركات والدته، كونه هو بضل قاعد معها فتره منيحه، فكل شيء الام عم تعمله قدامه فهو قاعد وعم يخزن. الطفل بعمر السنه بلش يخزن الصور البصريه، فما بعدين بقى بصير بخزن حركات الام، تصرفاتها، ببلش هون عندنا بذره التقليد عنده. طبعا مع الوقت بيكبر التقليد عند الاطفال، بيقلدونا ممكن بحركات، بتصرفات، بكلمات. بس العمر الجوهري انه يقلد عيله او اهل او اعطيه مهارات اجتماعيه ليقلدها هو عمر الخمس سنين.
اذا بدي اخليه يقلدني كسلوكيات، يعني امانه، صدق، واجبات عائليه، اهتمام، مسؤوليات، هذا كلياته الولد بيحاول يتعلم مني بعمر الخمس سنين. هذا العمر يلي بده يصير مثل ماما وبابا، بده يصير مثلهم، اعمل مثلهم، تصرفاتهم هي الصح. فهذا العمر شوي هو خطر بالتقليد. في نقطه ثانيه كثير مهمه، انه نحن اطفالنا اللي بيكون عندهم مشاكل او اضطرابات تواصل، خلينا نقول هن اطفال غير مقلدين، فكمان هي بدنا ننتبه لها. يعني وقت انا اقول بالاشهر ممكن يقلد ابتسامه او عينه معي، والشيء الاساسي لانا اقلد اني انا اكون عم بقدر اطلع عليك بتواصل بصري يكون جيد وجيد جدا. وقت انا يكون عندي التواصل ضعيف او خفيف فانا ما رح اقدر اقلدك. فمن هون كمان في كتير نقطه مهمه انه الاهل يبلشوا يفرقوا انه هذا الطفل عنده مشكله او لا، لانه اذا ما قلت معناته انا حكما عندي مشكله عند الطفل. فبدي يكون عندي تواصل بصري جيد جدا لحتى يكون عندي تقليد. المهم بقى ببلش التقليدات، بلش المهارات الاجتماعيه عند الاطفال تنمو. طيب خلينا نحكي اليوم كل الاطفال بهذا العمر او بعمر صغير وشايفين حاليا عم بيتم الاستعانه بالتلفزيون، بالكرتون، بالموبايل، بكثير أشياء تخليهم يشوفوا العالم تمام. الآخر من خلال أغاني للأطفال أو مسلسلات الأطفال. بالتالي هل هذا الشيء طريقة جيدة اليوم لننقل لهم سلوكيات معينة ممكن هن يقلدوا شخصيات يكونها شخصيات غلط للأسف؟ يعني تماما، يعني احنا كثير بنصادف مشاكل عند أطفال بهذا التقليد. وأحيانا الأهل كونوا انشغال كثير، حتى الأهل إذا كانوا بالبيت فهن عندهم التزامات بالبيت، غالبية الأهل اليوم هي أهل عاملة، فبيكون الموبايل مع الطفل أو بيكون قاعدين قدام الشاشة فما بينتبهوا شو بيشوفوا. ممكن يشوف كثير مقطع صغير يلفت انتباهه لشيء يقلده أو يحس أنه هو جلب انتباه. يعني أنا وتقلد شيء مرفوض ببيئتي، مرفوض اجتماعيا، بكون أنا كمان بدي أعمل استمتع فيه وجيب انتباه عليه من المحيط تبعي. فممكن يقلد حركات، ممكن يقلد كلمات، سلوكيات غير مرغوبة، الأهل بيتفاجئوا فيها أنه نحن مو هيك بالبيت، هذا كثير منصف ونحن ما بنعمل هيك، ما بنحكي هيك. لا، بس الطفل يعني بيجذب كل شيء، بيلفت انتباهه، بيرجي أنه هو ممتع، فهو بيقلده، بيقلده ليستمتع ويعبي وقته. تمام؟ فمن هون بدنا نكون شوي حريصين عيننا على الولد، لأنه يعني التربية هي متى ما قطعنا عمر معين صعب أنه شوي نبلش نعدل فيها أو نعمل فيها شيء نحسنها أكثر، وإذا حسناها فهي بدها جهد وبدها انتباه أكثر. فالعين كثير مطلوبة على الولاد، لأنه التقليد بس يصير محيو صعب شوي، ما رح يكون بالسهولة اللي أخذها فيه الطفل. بما أنه حكيتي عن سهولة وصعوبة إعادة خلينا نقول السيطرة على تصرفات هذا الطفل، إمتى بصير هذا التقليد هو مشكلة، وكيف ممكن للأهل هون يحدوا من هذا الموضوع بحيث أنه إذا بده يقلد الطفل يقلد بس الأشياء الإيجابية يلي بتفيده بمهاراته الاجتماعية، العقلية، الفكرية، خلينا نقول بتطويره كهو شخص، بس امتى هنن فيهم يسيطروا على هذا الموضوع بحيث انه ما يمتص كل شيء حواليه حتى وان كان سلبي؟ تمام. في شغله مهمه، انه نحن بنقلد او الطفل مقلد، احيانا حتى الكبير بنقلد الشغلات اللي هي بتجيب العين اكثر او المشاهدات اكثر، على سبيل مثلا وسائل التواصل الاجتماعي. الشغلات العنيفه اكثر، فيها شيء استفزازي اكثر، بتجيب نسبه مشاهدات اعلى. نفس الشيء للاطفال او حتى للكبار شوي، بيقلد دائما الاشياء اللي هي غلط لانه بكون العين علي اقوى. نحن ما عندنا توازن بانه نمدح السلوك الجيد ونمدح التصرفات المنيحه، مثل ما بننهي وبننهر عن التصرفات السيئه والسلوكيات السيئه. فمحور الاهتمام بالتصرفات السيئه عم بيكون اعلى، فالطفل عم يجذبه هذا الشيء اكثر، خلينا نقول، لانه طفل بهمه الاهتمام، بهمه انه يكون هو مصدر أو العين عليه دائما بكل شيء بيعمل، بالأخص إذا إجا أخ ثاني فبدأ توزع المسؤولية على اثنين، فكيف أنا بدي أخلي العين عليه دائما بهذا النمط من السلوكيات وهذا النمط من التصرفات؟ فمن هون بتبلش إنه الولد بيصير بيقلد ممكن إنه يحمق مثلا، ممكن الآلات الحادة، بنشوف أحيانا أفلام أكشن بيكون فيها أسلحة، بيكون فالولد بيصير بيطالب إنه بده من هاي، بده يلعب فيها أو يتسلى، فنحن بنجيب له انه هي لعبه ما لنا مشكله، بس هو بيقلد، بحاول يضرب فيها ان كان رفقاته بالمدرسه او بالبيت، بحاول يقلد. كثير سمعنا عن حوادث انتحار، هي ما انتحار عند الاطفال اكيد،
حوادث هن بس عم بيقلدوا انه بالمسلسلات شافوا انه البطل وقت عمل هيك بحاله لف حبل حوالين رقبته انه ورد عاش، معناتها هي شيء عادي انه انا اعمل وقلد يعني يعيش الحالة. للأسف كان في عنا بفترة من الفترات نسبة منيحة من الأطفال عم تقلد هاي التفاصيل، بس للأسف هي عم تروح حياتها فيها. بدنا نتور يعني سلاح ذو حدين، كل شيء بنشوفه هو سلاح ذو حدين، فبدنا ننتبه انه في اولاد والاهل تنتبه في اشياء الاولاد ما بصير انه هن يقعدوا يتفرجوا، حتى لو مسلسل اجتماعي احنا ما بنعرف شو ممكن يمرق فيه ان كان لقطه او ان كان اي تفصيل فيه. وبنلاحظ بالاطفال احيانا بيطلع منهم كلمات نحن عم نشاهد متفاجئ انه انت شو عرفك بهذا الموضوع او ليش هيك عم تحكي، او بقول لانه هيك بصير او لانه صارت التراتبيه وقت يصير هذا الحدث فالمنطق تبعه نهايته هي هيك. فبدنا نكون واعيين نحن كاهل وكرقابه عامه عليهم. طيب استاذ ريم خلينا شوي نفصل اليوم لكل اللي عم بيتابعنا انواع التقليد اللي بتبدا مع الطفل مثل ما قلتي يمكن ايماءات وسلوكيات صغيره وهو لساته بعمر يمكن السنه وما الى ذلك لحتى تتطور سلوكه. حتى المراهق اليوم بيقلد اهله، بيقلد ابوه كيف بيتصرف مع امه، ممكن يعكس هذا الشيء هو مع الام او مع الاخت اذا في بالبيت. فخلينا نحكي شوي عن اهميه انا كيف كقدوة بالبيت تمام. توجه لأطفالي بأعمار مختلفة تمام. يعني عمليا أنا إذا بدي أعلم ابني أنه دائما يكون في صراحة أو ما يكذب خليني أقول، فما فيني من أبسط شيء أنا وقت أمسك التليفون أنه إذا فلان أنه ما له هون، بس هو هون بيكون ولد صغير فبيفكر أنه هذا السلوك هو طبيعي لأنه بابا بيعمله وما فيه شيء ما فيه ضرر. هون ببلش يتعلم الكذب مثلا تماما، هون بتبلش يتعلم الكذب وقت يشوف معلش خليني شوي هيك يعني ضوي على نقطه. وقت تشوف ماما مثلا ممكن تاخذ مصاري من جيبه بابا عادي او من الخزانه بدون ما تقول له ممكن اني اخذ هذا الشيء او تستعير اي شيء من ان شاء الله من اختي، ولا من دون ما تقول ممكن اني انا اخذ تماما. فالولد بفكر انه هذا الشيء طبيعي، انا ممكن اخذ اي شيء من اي حدا من دون ما استاذنه لانه ماما بتعمل هذا التصرف، هو بيكون عادي وطبيعي معناته هذا الصح. من هون بلش نحن نتعلم هاي السلوكيات، هي للأمانة هاي السلوكيات تعلم من الطفولة أكثر. المراهقة بتتوسع بصير رقعة تبعها أكثر، وقت يعرف المراهق أنه هي التصرفات غلط فما عاد في عنده ثقة بأهله، معناته هو تربى أو هو شاف شيء ما نو صح وللأسف تعلمه، بتتضعضع هون الثقة بينه وبين أهله وبصير بالعكس بطور من هاي السلوكيات ممكن تكون خطأ وبيستمتع فيها أكثر لأنه بيضايق أهله وبشوف حاله هو بين رفقاته وبين مجموعة اللي هو فيها أنه هو قائد، العين مضوية عليه أكثر. فبدنا نكون حريصين شوي لهي التفاصيل بأنه أي الولد حيتعلمها، وكونه مننا نحن كأهل صادرة فهي بباله أنه هذا هو الصح أكيد. طيب كمان اليوم خلينا نحكي شوي عن حكينا هيك بشكل مفصل أكثر أنه في سلوكيات كتير سلبية بيعملوها الأهل من دون ما ينتبهوا. طيب في حال تيقنا أنه صار في عنا طفل عم بيقلد سلوكيات صعبة، هل مرحلة إعادة تقييم هذا السلوك سهلة بسيطة؟ شو هي المراحل؟ بحاجة لاختصاصي اجتماعي مع الأهل أو ممكن الأهل يتداركوا الموضوع من نفسهم؟ إذا أنا لاحظت السلوك على ابني أو بنتي تماما فيني أنا بصراحة بس ببساطة كتير وصراحة أنه أنا غلطت بهذا الموقف تماما أعترف يعني تمام أنا غلطت ما كان لازم هيك أتصرف، كان لازم أعمل واحد اثنين ثلاثة وممكن لحتى أعزز قيمتي كأم أنه أنا سألت تيتا اللي هي أمي وقالت لي أنه ما أعمل هيك لأنه هذا الشيء ما أنه جيد أو ما أنه منيح لأني كفي فيه. حتى ليش؟ حتى يعرف أنه هو فيه أنه يسأل ماما وحتى ماما تبرر له أنه أنا ما كنت عارفانة بس سألت أكبر مني اللي هي أمي وقالت أنه هذا السلوك مو صح ينعمل، فأنا بعتذر منك لازم هذا السلوك إذا إن شفنا بعض وأنا رح شوفك إذا عملنا لا لازم نوقف ونبدله بهذا التصرف اللي هو صح. فمن هون بتجي عند الولد ثقة أنه إيه الماما غلطت وقالت أنه هي غلطت وصلحت هذا الشيء، معناته أنا وقت أغلط فيني أقول ببساطة أني أنا غلطت شو كيف صلح أو كيف اشتغل على هذا التصرف. في سلوكيات بتكون شوي شديدة وصعبة، أحيانا في أطفال بتقلد أنه تمسك سكين أو تقرب على
يعني كثير اهالي تمام ويمكن هذا الشيء كله استاذه ريم يمكن عم يشوفوه من المشاهد او اوقات هلا عم يشوف افلام كرتون عم تشجع على العنف عم يصير في ضرب عم يصير في قصص او مشاهد خلينا نقول ملغومه ممكن الطفل يلقطها وهي لها تفسيرات كثير ثانيه بعيده عن تربيته واخلاقه. خلينا هيك باخر دقيقتين من الوقت ناخذ اهم النصائح لكل الاهل يلي عندهم اطفال بدهم يعلمون التقليد الايجابي بحيث انهم ياخذوا اي شيء بيشوفوه قدامهم كقدوه ايجابيه بتساعدهم على تطوير مهاراتهم بالحياه على شخصيتهم بصيغه ايجابيه. خلينا نقول تمام اذا بدنا نقول نحن ببساطه الطفل بيتعلم كل شيء بيشوفه مو كل شيء بينقال له تمام. فهو راصد وبيحاكي السلوك اللي هو عم ينعمل قدامه رادار مراقب تمام. فبدنا ننتبه كثير انه نحن السلوكيات قدر الامكان بتكون على مستوى بيئتنا وعلى مستوى تربيتنا لحتى ابننا يطلع مثلنا بيئته وتربايته بتشابهنا طبعا الشيء الطبيعي والشيء المقبول اجتماعيا نحن عم نحكي. ووقت بنعجز عن سلوك بتقويمه في عنا مراكز وفي عنا كتير أبواب ممكن تساعدنا بخفض هذا السلوك والشغل عليه لحتى نحن نلغيه من حياة الطفل. أكيد. بالختام نشكرك أستاذة ريم على كل النصائح اللي قدمتي لنا إياها اليوم. هلا أهلا وسهلا صباحكم وأهلا وسهلا فيك. هلا طبعا رح نروح لفقرتنا الطبية ولكن بالبداية بدنا نحكي شوي اليوم حياتنا بشكل عام وأسلوب حياتنا الغذائي والصحي كتير بيأثر على تفاقم الأمراض أو حتى الإصابة ببعض الأمراض. وبيقولوا يا عفاف أنه في كتير من الدراسات انعملت أنه أسلوب ونمط الحياة ممكن يأثر على مرضى السرطان. حتى ذكروا أنه في بعض الأغذية إذا منتبعها بحياتنا اليومية ومنداوم عليها بشكل يومي فهي ممكن تبقينا من الإصابة بخطر الإصابة بمرض السرطان. سلمى خلينا نشوف النصائح اللي جهزت لنا ياها هزار بطبعا التقرير ونرجع لحتى نبدأ بفقرتنا الطبية. أغذية مقاومة للسرطان. يعد النظام الغذائي المتوازن أفضل ضمانة للتمتع بصحة جيدة خصوصاً إذا ما عرفنا أن هناك بعض الأطعمة التي تمنع الإصابة بأمراض كثيرة وتكافح مضاعفاتها لا سيما الأمراض التي باتت شائعة مؤخراً كالسرطان. حيث ينصح الأطباء بالإكثار من الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامين والمعادن والألياف. إليكم مجموعة من الأغذية التي تحمي من المرض القاتل. البروكلي تمنحك حفنة من البروكلي المسلوق مجموعة من العناصر المغذية التي يمكن أن تعمل مع الأنزيمات في جسمك على مكافحة السرطان. الطماطم تشير بعض الدراسات إلى أن مادة اللايكوبين الموجودة في الطماطم لديها خصائص مضادة للسرطان كما أنها مصدر جيد للفيتامين سي. الثوم يحتوي الثوم على مركبات الكبريت التي يمكن أن تساعد في الحد من مخاطر تطور أنواع مختلفة من أمراض السرطان كما أنه مصدر جيد للفيتامين بي والمنغنيز. الذرة تحتوي الذرة على حمض الفيروليك وكلاهما قد يثبت نمو السرطان ويمكنك استخدام الذرة بأي شكل من الأشكال سواء كانت مسلوقة أم مشوية. الشمندر يعتقد أن المادة الغذائية التي تعطي الشمندر لونه الأحمر المميز هي المادة ذاتها التي لديها خصائص مضادة للسرطان. الجزر يختزن الجزر العناصر الغذائية في المواد التي تمنحه اللون البرتقالي وتسمى بيتاكاروتين والتي تعد مضادة للسرطان. الشاي الأخضر يعد الشاي الأخضر غني بمادة البوليفينول التي يعتقد أنها تساعد في منع نمو الخلايا السرطانية ويعتقد أيضاً أن الأوراق المجففة من هذا النبات تعزز نظام المناعة وتزيل السموم وتحسن الصحة العامة. الكركم يعتبر الكركم أحد التوابل التي تشتمل على خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة ويحتوي الكركم على مادة الكركمين التي تمنحه اللون الأصفر البرتقالي ويعتقد أن لها تأثيراً إيجابياً في القضاء على الخلايا السرطانية. الفريز يضم الفريز عناصر غذائية مضادة للالتهابات وهو أيضاً مصدر مهم للفيتامين سي والمنغنيز وكلاهما لهما دور فعال في مكافحة السرطان. أخيراً السبانخ فالسبانخ غني بالمغذيات الكاملة فهو يجمع فوائد أطعمة عدة ومن هنا تكمن أهميته في مكافحة السرطان. كثير من أصناف الخضار والفواكه الموجودة بين أيدينا
قد تكون دواء يساهم بالوقاية أو حتى الشفاء لكثير من الأمراض. طبعا سلمى مثل ما بنعرف انه رحله مريض السرطان هي رحله صعبه جدا وبتعتبر رحله شخصيه للغايه بتخصه له وحده وبيتخلل اكيد الانتصارات والتجارب يلي بيمرق فيها. قد ايه ممكن هو ينوجع يمر بلحظات ضعف ويفكر انه هي النهايه لحياته، ولكن العزيمه والمعنويات المرتفعه واكيد دعم المحيط يلي موجود حواليه بيساعده كتير لحتى ينتصر على هذا المرض ويضل هو بقوة لحتى يقدر يشفى من هذا المرض أكيد بمعنوياته المرتفعة. صحيح يا عفاف، سابقا كنا نسمع هاي الجملة اللي قلتيها هلأ، هداك المرض كانت الناس تخاف تقول مرض السرطان. مع الأسف كتير ناس بتتوقع أنه هذا المرض هو مرض مميت ما في علاج، ولكن يوم عن يوم عم يتطور العلم والطب وصار فعلا في عم نشوف كتير من الحالات يعتبروا من الناجيين يلي قدروا يخوضوا مرحلة العلاج الصعبة والمكلفة وأيضا الخطيرة بنفس الوقت، واللي إلها كتير مضاعفات سلبية أحيانا على شخصية الإنسان وحتى حياته النفسية. اليوم رح نحكي عن مراحل العلاج، الانتكاسة العلاجية شو هي، وهل هي فعلا جزء لازم يمر فيه كل مريض سرطان قبل ما يتم على الشفاء الكامل، وكثير من الاستفسارات اللي بتخطر ببال الأشخاص. ولكن بالبداية خلينا نعرف المعلومات الصحيحة والمعلومات المغلوطة من ضيفنا اللي صار معنا بالاستوديو الدكتور حسن عبد القادر حسن، اختصاصي في علاج الأورام وتشخيصها. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتور وأهلا وسهلا فيك. يعني اليوم ما نطالعين نخوف حدا ولا نحكي بالتشاؤم أو نخوف الناس، بالعكس اليوم يمكن بدنا نعطي تعريف مبسط عن مرض السرطان. ما بدنا نقول عنه هذاك المرض لأنه خلص اسم، هو له اسم وأكيد ما بيخوف. خلينا نعرف شو تعريفه بالضبط ومين هم بالتالي الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة فيه. تمام، مرض السرطان هو مثل أي مرض موجود ولكن له طبيعة خاصة بالطبيعة الانقسامية، انقسام شاذ يحدث في الخلايا بسبب خلل جيني أو طفرة أصابت جين معين تؤدي إلى انقسام شاذ يؤدي إلى تكون كتلة سرطانية ومنها يؤدي إلى مرض السرطان بالعموم. طبعا هذه الانقسامات الشاذة قد تحدث بسبب غفلة الجهاز المناعي الذي يكون مسؤول عن تنظيم هذه الأمور في الجسم، وهذه الغفلة قد تحدث لأسباب عديدة، منها مثل ما ذكرته ببداية تقريركم أنه قد تكون غذائية أو قد تكون وراثية أو قد تكون تعرضية. من هم الأشخاص الأكثر عرضة للسرطان؟ نحن بصراحة إلى الآن رغم تطور العلم وحداثته ما زلنا من الصعب أن نحدد من هم الأشخاص المعرضين يعني أو المؤكد أنه إصابتهم بالسرطان أكثر من غيرهم، لأنه هذا الموضوع بصراحة يعتمد على الكثير من الحيثيات، وأهمها الحدثية أو المكان أو الطبيعة الموجود فيها هذا الإنسان التي تؤهب حدوث السرطان لديه. طبعا المكان له علاقة، العمل له علاقة، الغازات المحيطة لها علاقة، العامل الوراثي له علاقة. أصبحنا الآن أكثر تحديدا في هذه المجالات من خلال معرفة بعض الطفرات أو التحاليل التي تعطينا تنبيه إلى المستقبل وتخبرنا أنه هذا الإنسان ممكن يصير عنده السرطان المحدد في المكان المحدد، ومنصير أكثر انتباها له. ولكن إلى الآن صراحة لا نستطيع أن نقول أنه نحن منعرف شو هو سبب السرطان عن هذا الإنسان دوننا غيره. نحن كناس مؤمنين صراحة منقول قضاء وقدر، ولكن كتعريف علمي حتى كنا فيه بآخر مؤتمر بالإزمو بإسبانيا اللي صار هاي السنة، تم تعريف مريض السرطان بكلمة أنه هو إنسان سيء الحظ فقط. تخيلوا أنه حظه صار عنده انقسام معين، طفرة معينة بسبب معين صارت عنده هذا الخلل أدى إلى السرطان، مع العلم أنه بالمجتمع المحيط بيكون في عدة أشخاص لهم نفس الظروف وعايشين نفس الحياة، ولكن هذا الإنسان صار عنده سرطان. نعم. طبعا مهم جدا أنه نحن بوجودنا اليوم معكم مثل ما قلت أنه نطمن، مرض السرطان هو مرض شافي. أنا بقول لهم دائما يا جماعة الخير، مريض الضغط ما بطيب، مريض السكري ما بطيب، ولكن مريض السرطان هو مريض يمكن شفاؤه ويمكن متابعته، والحمد لله رب العالمين تطور العلاج والحداثة في التقنيات تؤدي إلى
طريق سهل وشافي إن شاء الله. طيب الدكتور خلينا نحكي عن فكرة، حضرتك قسمت بالبداية حديثك أنه عنا أشخاص ممكن يكون المكان والبيئة مثل ما بنعرف في مناطق اللي بيكون فيها تسربات لبعض المواد الكيميائية بتؤدي مع الوقت والدراسات والأبحاث لإصابة الأشخاص بهي المنطقة، بنلاقي عندهم عدد كبير من الإصابات بالسرطان. أيضا في عنا مثل أيضا ما حكيت العامل الوراثي اللي بيحدد بعض أنواع السرطان، وفي عامل آخر اللي هو اللي فجأة هذول الأشخاص اللي هن النسبة ليست بالقليلة ولكن صراحة النسبة مزبوط. موجودة ومعروفة جدا. اليوم أيضا العلم وخصوصا يعني حضرتك من الأشخاص واللي اشتغلوا على التحاليل المتقدمة للدخول للطفرات الجينية لمعرفة هل في مثلا عن شخص معين هو معرض ممكن ينتقل شيء بالوراثة منه لأبنائه وما إلى ذلك. خلينا نحكي عن هاي النقطة لأنه هاي كتير مهمة وأصبحت الآن يعني عم تعطي نتائج جدا جيدة على أرض الواقع على المستقبل، خصوصا الآن نحن نتكلم عن بعض التحاليل التي يمكن إجراءها بالمخابر اللي أصبحت أيضا متوفرة لدينا في سوريا الحمد لله، لبعض أنواع السرطانات لمعرفة إذا كان الشخص مؤهب وراثيا أو جينيا لحدثية سرطان محدد معين. له ممكن أنه نحن نعرفه. بداية رح نحكي عن سرطان الثدي، والآن نحن في الشهر الوردي، فرصة أنه نحن نحكي عن موضوع الكشف المبكر عن سرطان الثدي. ما بصير بس عن طريق الإيكو والماموغرام، لا، صار في تحليل الآن جيني اسمه براكا 1 وبراكا 2 ممكن ينعمل ببعض المخابر الخاصة لمعرفة أنه هدول الأشخاص يا ترى قديش أهبت استعدادهم أنه يصير عندها هاي السيدة سرطان ثدي أو حتى سرطان مبيض ورحم. ممكن من خلال هذا التحليل ونسبته نعرف خطورة المستقبل بالنسبة لهذه السيدة. طبعا هذا التحليل بنعمل هو عبارة عن تحليل دم ببعض المخابر اسمه براكا 1 وبراكا 2، بيخليني خصوصا إذا كان في عندي قصة عائلية يكون متنبه أكثر، إيجابيته مع وجود قصة عائلية تخليني انتبه أكثر. شوفي أحيانا في بعض الناس بتروح إلى إجراء أجريسيف وشديد واللي هو استئصال ثدي ثنائي الجانب بالرغم من أنه ما بيكون في سرطان ثدي، مثل ما عملت الممثلة العالمية أنجلينا جولي عندها قصة عائلية راحت عملت تحليل براكا 1 براكا 2، طلع عندها إيجابي، راحت عملت استئصال ثدي ثنائي الجانب قبل ما تنصاب. هلأ هذا صراحة ما لسه ما منصوح فيه علميا، ما منقول أنه هو إجراء طبي سليم، ولكن في بعض السيدات اللي أنه أنا بعمر معين أخذ قرار عندي أهبة استعداد ممكن أعمل هذا الإجراء. طبعا هي عملت عملية تفريغ الثدي مع المحافظة على الجلد والحلمي وزرع بروتيز مباشرة، يعني هي مثل عملية تجميل بس بنفس الوقت حمت نفسها مستقبلا من حدثية سرطان الثدي. اي حدا بيطلع عنده هذا التحليل بقول له انه مثلا، واي سيدة انه طلع عنده هذا التحليل ايجابي بقول له روح اعملي هاي العمليه، لا خليها بس انه تزيد من مراقبتها، تكون حذره اكثر، تعمل تشيك اب بالدوري بشكل مهتمي فيه اكثر. مع العلم انه احنا الان نصائحنا كانت كل سيدي فوق سن ال 45 لازم تعمل ماموغرام وايكو، نحن بلشنا ننزل بالعمر على فكره. الان نحن بننصح سيدات فوق 30 انه بلش يعملي تشيك اب على غده الثدي. بعض التحاليل ايضا ممكن تفرجينا حدثيه سرطان البروستات، او انه مثلا والله مراقبات معينه انه هذا الرجل مؤهب لسرطان البروستات اكثر من غيره ولا لا. الان صرنا نعرف من خلال شيء اسمه الجينيتك ماب او الخريطه الجينيه الطفل الجديد المولود انه هذا الطفل شو هي السرطانات التي يمكن ان يكون لها معرض في المستقبل. طيب بالحقيقه انا كعلم بقدر احمي منها؟ ما زال الآن معركة بيننا وبين السرطان، إنه شو هي شغلات ممكن أعطيها وقائيا لحماية الأشخاص من السرطان؟ هل هي التغذية؟ هل هي أدوية معينة؟ هل هي لقاحات؟ أصبح هناك لقاحات لبعض السرطانات، سرطان عنق الرحم صار في لقاح، سرطان الدماغ الآن عم ينشغل عن لقاح له، سرطان الرئة ممكن يكون في له قريبا لقاح قريب. إذن هذه المواضيع هي الحداثة في التطور والعلم، كيف نقي أنفسنا من السرطان؟ سرطان عندما يحدث سوف نعالج وسوف نتكلم عن تقنيات العلاج مثل ما قلنا، بس كيف أقي نفسي من السرطان؟ بصراحة لحد الآن ما زالت نصائح، نصائح غذائية، ابتعد عن التدخين، لعبوا رياضة، عيشوا بحياة يعني بظروف حياة جيدة. يمكن صعب تطبيق هذا الكلام على الكل، ولكن نحن لازم نذكر ونحكي الحقيقة. الوقاية من السرطان أنا برأيي لن تكون إلا باللقاحات من السرطان، الفاكسين هذا اللي ممكن يعطينا مستقبل حقيقي في معركتنا ضد السرطان. طيب دكتور ذكرت انه في لقاحات جينيه بتنعمل، هل هي لاشخاص محدده او بيكونوا عاملين تحليل جينات انهم مؤهلين لحتى
ينصابوا بمرض السرطان ولا كيف يعني؟ والله لا، اللقاحات الآن عن العامل الوراثي ولا بيكون انه العامل الوراثي بيلعب دور؟ العامل الوراثي ليس مؤكد، يعني مو كل قصة عائلية معناتها رح تنتقل للجيل اللي بعده، مو كل سيدة أصيبت بسرطان الثدي رح تنقل سرطان الثدي لأولادها، بالعكس يعني بتحسي أنه هذا الموضوع ما زال يعني محدود ضمن عائلات معينة وأشخاص معينة، وفي سيدة واحدة من هدول السيدات ممكن تأخذ القصة الوراثية وصير مع سرطان الثدي، نفس الشيء بالنسبة لباقي الأمراض السرطانية. إذن ليست كل قصة عائلية هي مورثة 100% للجيل اللي بعدها، لازم ننتبه بهالموضوع، ولكن اللي أكثر عرضة فلذلك لازم ينتبهوا أكثر. اللقاحات هي راح تكون إن شاء الله لكل السرطانات، مو لأشخاص محددين. هلأ طبعاً الأشخاص اللي بيصير في عندهم ريسك فاكتور أو عوامل خطورة قد يكونوا مؤهبين أكثر من غيرهم أنهم يأخذوا هذا اللقاح، واللي عندهم عوامل مثل ما حكينا عنه صراحة. ولكن الآن كل الأورام يتم دراسة لقاحات لها من خلال أنه إذا اكتشفنا هذا الجين أني أعطي هذا اللقاح مشان أقي هذا الشخص من إصابته بهذا السرطان. طيب دكتور، خلينا نحكي كمان عن فكرة مهمة. اليوم قلنا ببداية تقديم الفقرة في عنا مرحلة تسمى الانتكاسة المرضية، بينصاب فيها كثير من الأشخاص اللي بيعانوا من السرطان وهن عم يتعالجوا. هل هي المرحلة ضرورية وموجودة فعلا قبل مرحلة الشفاء أو لا ترتبط فيها؟ لا ترتبط بها صراحة، ولكن كل نوع من أنواع السرطانات له نسبة دكس. عندما يتم تشخيص المريض بسرطان معين يأخذ الطبيب بعين الاعتبار أنه هذا السرطان له نسبة نكس معينة بالرغم من الشفاء. لذلك نحن تعريف الشفاء من السرطان هي كلمة واسعة قليلا. كلمة الشفاء هي 5 سنوات دون نكس. انتبهوا لحتى أقول أنه المريض شافي يجب أن يكون مراقب 5 سنوات وتم مراقبته 5 سنوات ولم ينكس خلال هذه 5 سنوات. إذن تعريف الشفاء من السرطان هي 5 سنوات دون نكس، لأنه أحيانا النكوسات بتكون بعد سنة من الشفاء أو بعد 2 سنين من الشفاء، بطيب المريض تماما وكل المشاعر. ممكن أحيانا نشوف سرطان آخر. صحيح، ممكن هيك يصير، لأنه أحيانا في بعض العلاجات المقدمة قد تؤهب إلى سرطان جديد. تخيلوا شلون. مع الأسف. مع الأسف، ولكن نحن دائما يجب أن نكون متنبهين لهذا الموضوع. إذن نحن بالنسبة لنا النكس موجود ويجب أخذ الاعتبار فيه من الطبيب ومن المريض أيضا. ولكن التعريف التام من السرطان هو 5 سنوات دون نكس. مروا 5 سنين ما نكس فيهم المريض، هذا اسمه شفاء تام. ورغم ذلك للأسف هناك مرضى يعني بضلوا عمراقوا 5 سنوات ما بيصير في عندهم أي نكوسات وممكن ينكسوا بعد السنة الخامسة. فلذلك مثل ما قلت لكم تعريف الشفاء التام من السرطان هو تعريف واسع قليلا. المريض اللي عاش تجربة السرطان وشفي منها يجب أن يظل يعني أو يبقى متابع لفحوصاته وتحاليله بشكل دوري. أنا برأيي عطول، مو بس والله أنه سنة 2 طمنت ورحت البيت، لا، لأنه انتبهوا وقت نحن منعالج السرطان منعالج المشكلة السرطانية ولا نعالج السبب الذي أدى إلى تكون السرطان بداية. فلما بنعرفه فعلا، لأنه في بعض أنواع السرطان نحن وقت نقول كلمة سرطان مرض السرطان هو أكثر من 460 نوع، فتخيلوا مو مرض واحد، وكل نوع له جين مختلف عن الآخر وكل جين له طفرة مختلفة عن الأخرى. معناتها هلا ما بنقدر نقول لك دكتور حدد لنا أنواع السرطان وسمينا إياها، لكن خلينا نحكي نضل بموضوع الانتكاسة المرضية. كثير من الأشخاص ممكن ما يعرفوا يتعاملوا معه، وحكينا أنه المعنويات المرتفعة أو العزيمة أو دعم المحيط اللي موجود حوالينا هذا المريض هو يساعده بأنه ما ينصاب مرة ثانية أو بعملية الشفاء. أدي يعني كيف ممكن نحن نتعامل جدا صراحة. عمل الدعم النفسي قد يكون له أثر، يعني أنا برأيي أحيانا أكثر من الدواء صراحة. معظم العلاجات الحديث المناعية، حكينا يمكن هذا الكلام بحلقات سابقة، أن تخيلوا العلاج المناعي اللي هو الثورة الآن في علاج السرطان يقوم بمهمة غريبة قليلا، أنه هو لا ما بيقرب على الخلية السرطانية ولا بهاجمة، هو بروح لعند الجهاز المناعي تبعنا بيقول له هنيك في مشكلة إذا بتريد روح حلها، أو بيثبطه بمرحلة معينة أو بحفزه بمرحلة معينة لحتى يقدر يلعب على موضوع الجهاز المناعي اللي هو موجود داخل أجسامنا لما حاربت الخلية السرطانية والتعرف عليها. لأنه بالحقيقة علاج السرطان هو موجود داخلنا في معظم الأحيان، ويستطيع جهازنا المناعي القضاء على الخلية السرطانية، ولكن الخلية السرطانية قد تكون مخادعة وتستطيع أن تخدع الجهاز المناعي وبتمشي بقلب الجسم وبتكبر وبتعمل انقسامات وانتقالات.
الدعم النفسي قد يكون له دور أحيانا في تحفيز الجهاز المناعي، لذلك قد نسمع بعض القصص الشفائية التي لا يمكن تفسيرها علميا بصراحة. سمعنا أساس دكتور أنه في أشخاص مصابين بسرطان معين لفترة طويلة بس ما بيعرفوا بهذا الموضوع، لأنه بس اللي حواليهم بيعرفوا. ممكن قد يكون الجهاز المناعي عامل توازن لهذا الجسم والمريض عايش بسلام مع هذا المرض الموجود جواته. وأحيانا عندما نقول أيضا أنه ببعض العلاجات اللي بنقدمها ندخل المريض في حالة هوادي. شو يعني هوادي؟ يعني نحن بصراحة مننيم المرض، يعني المرض موجود بقلب الجسم ولكن نحن قدرانين نسيطر عليه من خلال الجهاز المناعي الموجود عندنا. حقيقة موضوع الدعم النفسي مهم جدا وله أثر كبير في تلقي المريض لعلاجه وقبول هذا العلاج هو محيطه، يعني إن كان الأهل المرافقين له، إن كان أصدقائه، المجتمع المحيط، مسؤولية مشتركة. أنا بقولها هي ليست مسؤولية الطبيب أو الداعم النفسي فقط، لا، هي مسؤولية الأهل، مسؤولية الأصدقاء، المحيط الموجودين مع هذا المريض، لأنه مرض السرطان هو ما هو مرض شخصي صراحة، يحتاج إلى تعاون، إن كان مجتمعي، إن كان مؤسساتي، إن كان من قبل الناس اللي حوالين هذا الشخص. لا يستطيع هذا الإنسان تحمل هذه المشكلة وخوض هذه المعركة بمفرده، نحن أكيد. لازم نكون واقفين معه، لازم ندعمه، لازم نقدم كل شيء ممكن تقديمه، إن كان دعم نفسي، إن كان دعم مادي، لأنه بصراحة أصبحت الكلف عالية جدا وبحاجة إلى تشاركية مجتمعية لتقديم هذه الخدمة الصحية أو الطبية لهذا المريض. مهمة جدا طبعا، بتأثر على تقبل العلاج، بتأثر على نتائج العلاج. أنا هذا الشيء بشوفه يوميا وبشكل يعني دائم بعيادتي وبمركزي، أنه المرضى اللي بيكونوا متقبلين ومتجاوبين مع المريض نفسيا نتائجهم أفضل من المرضى اللي بيكونوا رافضين وبيكونوا عندهم للأسف حاجز ضد هذا المرض. المعركة أنا بعرف أنها صعبة ولكن الحمد لله رب العالمين نتائجها أفضل. يجب التركيز على الناحية الإعلامية، مرضانا اللي عم يطيبوا أكثر بكثير من مرضانا اللي عم ينكسوا الحمد لله رب العالمين. نحن اختصاص مظلوم إعلاميا صراحة، عدد المرضى اللي بيطيبوا عنا كثير الحمد لله ونتائج شفائية رائعة جدا، بس نحن بنسمع بالمريض اللي انتكس، بنسمع بالمريض اللي توفي بعيد الشر عن مرضانا، ولكن النتائج الشفائية والعلاجية كثيرة وجيدة والحمد لله رب العالمين. عم نشوف كثير استفادة على العلاجات خصوصا الحديثة، وهذا الشيء مطمئن إنه ولمرضانا إن شاء الله. أكيد. يعني دكتور قبل ما نختم هيك خلينا نأخذ نصيحة سريعة من حضرتك اليوم لكل يلي عم بتابعنا، وخصوصا أنه في أشخاص رغم كل هالتطور التكنولوجي اللي صرنا فيه ووجود عدد كبير من خليني أقول أنواع العلاجات اللي صارت موجودة، إلا أنه لهلأ بيخاف من ما نخاف المرض. أكيد إن شاء الله هناك تطور الحمد لله واسع. كنا نحكي من 10 سنوات أو 15 سنة عن مريضين أو 3 مرضى بس أو 3 أنواع عفوا من السرطان، هي بنسميها سرطانات شافية، ولكن الآن الحمد لله عدد السرطانات الشافية أصبح أكثر. العلاجات الكيوراتيف اللي عم تعطي نتائج فعلا شفائية عم تكتر يوم عن يوم، عم يطلع في دواء جديد وبحث جديد عم يساهم بتحسين نظرتنا تجاه هذا المرض والتغلب عليه يوم بعد يوم إن شاء الله. أكيد. بالختام دكتور بدنا نتشكرك ونتمنى السلامة والشفاء لجميع المرضى والسلامة للأشخاص يلي لسه ما انصابوا. شكرا لك دكتور وأهلا وسهلا فيك. شكرا لكم جميعا. شكرا لك دكتور لكل النصائح اللي قدمت لنا. ميرسي كثير لكم. اما هلا سلمى رح نروح لاولى تقاريرنا والى محافظه حمص، ونظم الاتحاد العام للفنانين التشكيليين الفلسطينيين بالتعاون مع اتحاد الفنانين التشكيليين السوريين بفرع حمص معرض فني تحت عنوان نرسم لفلسطين. طبعا الشيء صار بمشاركة 22 فنان تشكيلي سوري وفلسطيني بصالة صبحي شعيب للفنون التشكيلية، وأكيد المزيد من التفاصيل رح نشوفها ضمن التقرير مع أسامة ديوب. تحت عنوان نرسم لفلسطين نظم الاتحاد العام للفنانين التشكيليين الفلسطينيين بالتعاون مع اتحاد الفنانين التشكيليين السوريين فرع حمص معرضا بمشاركة 22 فنانا سوريا وفلسطينيا في صالة صبح شعيب للفنون التشكيلية. المعرض الفلسطيني اللي شاركوا فيه فنانين سوريين أيضا، وتنوع الأعمال والأعمال حوالي 32 عمل،
متنوع لفنانين تجاربهم مختلفة. كتير بتسعدني هاي المشاركة، خصوصا أنه أنا عندي مقيمة بحمص وحمص هي بلدي، وخصوصا نحن وفلسطين واحد. أنا عم شارك بعمل بيحمل رمزية اللي هو في القدس وشقائق النعمان، اللي نحن فيه بنأكد دائما على تمسكنا بالأرض وعلى اعتزازنا بالشهداء والدماء اللي سالت في سبيل القدس. اللوحات حملت رسائل متعددة عن القضية الفلسطينية والمقاومة، قدمها المشاركون بأساليب ومدارس فنية متنوعة. هي رسالة للتأكيد على حق الشعب الفلسطيني على أرضه، وهي رسالة كمان للصمود من على أرض سوريا المدافع عن فلسطين دائما والمتبني لقضية فلسطين. حاول نعبر من خلال هذه الأعمال عن نضال هذا الشعب الفلسطيني ما زال حتى الآن يقاوم هذا العدو المتغطرس الذي يتبع أسلوب الإجرام. طبعا لفلسطين نرسم، لعشق فلسطين نرسم، لأرضنا نرسم، للعودة نرسم، للمقاومة نرسم. طبعا احنا الهدف من معرضنا اليوم هو رسالة نقدمها لكل العالم بأننا كفنانين فلسطينيين عم نوصل صوت أهلنا في فلسطين وصوت أهلنا في غزة لكل العالم بانتصارات بحزن. الفنانون أبدعوا عبر لوحاتهم وألوانها في إظهار القضية الفلسطينية، وعبروا عن حب الأرض والدفاع عن الوطن في وجه الطغيان بطريقة حضارية، لتبقى فلسطين حاضرة بذاكرة الأجيال القادمة. أسامة ديوب، الإخبارية السورية، حمص. أما هلأ رح أروح لتقرير تاني. يا عفاف، مين فينا ما بيحب الشوكولا، سواء الشوكولا الحلوة الشوكولا الداكنة؟ طبعا المعروف أنه الشوكولا إلى أنواع متعددة وإلى فوائد متعددة للجسم، ولكن كيف بلشت الشوكولا ودخلت حياتنا؟ أكيد إلى قصة، خلينا نتعرف على هالقصة بالتقرير التالي. الشوكولا والتي تشتق من شجرة الكاكاو من أكثر أنواع الأطعمة والمشروبات المشهورة والمحبوبة حول العالم، تم استخدامها منذ أكثر من 4000 سنة. عرفت في البداية في القارة الأمريكية الجنوبية حيث تنتشر أشجار الكاكاو والتي لقبت سابقاً بشجرة الآلهة، وذلك على شكل مشروب. ففي موقع أثري يعود إلى حضارة الأولميك عثر على إناء يعود تاريخه إلى حوالي 1750 سنة قبل الميلاد، عليه نقوش تظهر كيفية تحضير الشوكولا. بعد أن كانت كمية الإنتاج لا تكفي الجميع وسعرها مرتفع ومخصصة فقط للطبقات الرفيعة والغنية، في عام 1828 أحدث عالم الكيمياء الهولندي كونراد يوهانس ثورة حقيقية في مجال صناعتها عقب نجاحه في اختراع آلة ضغط الكاكاو، والتي ساهمت في استخراج زبدة الكاكاو من حبات الكاكاو المحمصة، مخلفة مسحوقا رقيقا تضاف إليه بعض المكونات الأخرى، ومسببا تراجعا في سعرها لتصنع منها لاحقا أول حبة شوكولا. تطورت صناعة هذه الحبات يوما بعد يوم، وازدادت الدول المنتجة لها، وبدأت الشركات والمصانع بالتفنن في صناعتها وتتنافس على الوصفات السرية والمكونات المضافة من المكسرات والحليب وأشكال الألواح المحسنة مع المكسرات. طبعا سلمى بفقرتنا الأخيرة رح تكون جدا مميزة مع صبية قدرت بلمستها الخاصة وبمهاراتها الإبداعية إنه تجيب قصص وهي تزرع عليهم بصمتها وتزينهم. أكيد هالشي من خلال شغفها وحبها للألوان قدرت اليوم الصبية اللي معنا إنه تزرع بصمتها الخاصة فيها والمميزة كمان. أكيد عفاف، عم نحكي عن طوقة بيطار. طبعاً صبية بلشت مشروع، خليني أقول، صناعة ملابس يدوية إضافة لبصمتها الخاصة من خلال الرسم والألوان على هاي الملابس. رح نتعرف أكثر على هذا المشروع، إيمت بلشت فيه والأفكار يلي عم بتضيفها. أكيد معنا هي بصباحنا غير صباح الخير، أهلا وسهلا فيك يا طوقة. صباح
شكرا لكم استضفتوني واهتميتوا بالمشروع اسمه اكيد اهلا وسهلا فيكي يا تقى. خلينا هيك بالبدايه نعرف انه الفن والافكار والالوان هي يمكن نابعه من داخلنا من جوا. كل حدا هيك له نظرته الخاصه للامور له بصمته يلي بيحب يزرع. خلينا نحكي بالبدايه عن مشروعك، كيف بلشتي فيه وكيف خطر لك انه انا من قطع ما علي شيء نهائيا، مجرد هي لون اني انا ازرع عليك كل هاي الاشياء والتفاصيل؟ هلا فكره المشروع الاساسيه اجت من فكرتين انا كثير بهتم فيهم. اول فكره هي الفاشن والاواعي، كثير بحب انا ادمج الوان متناسقه مع بعض او الوان احيانا جريئه، بحب كثير اهتم بهي بهذا القسم. وثاني شيء كثير بحب انا الرسم واللوحات والفن، فدمجت هدول فكرتين مع بعض ولحتى طلعت بالرسم والشك على الهودي. خلينا نبلش هلا، عم نشوف اول كنزة او نموذج من النماذج. احكي لنا شوي شوي عن القطعة بشكل كامل من بداية الاختيار القماش، تفصيل القطعة، كمان خلينا نحكي عن الرسومات اللي بتختاريها لك القطعة شوي شوي. تمام. هلا اول شيء بالقطعه انا ما بختار الا نوع جدا جدا هاي كواليتي بالقماشه، مشان انه مو واضح بس يعني هلا نحن عم ندسه واضح انه القماش مهتمه بالتفاصيل. تمام. مشان يعني انه ما بس يكون رسم، لا حتى يكون انه الكواليتي جدا عاليه، حتى بالقصه الهودي تكون مريحه عمليه، يعني انه اوفر سايز انه بحيث ما تدايل، بالعكس تكون جدا مريحه مثل ما قلت لك. وبعدين للرسم بحب انا دائما اختار تصاميم فريده من نوعها، تصاميم انه ما تكون شايفتيها عند حدا ثاني، تكون من اول ما تشوفي الهودي تشوفي انه هي دغري يخطر لك انه هذا التصميم لبراند يلو شوب. وضفت الشيك بحيث انه يعطي لمسه جدا جدا عاليه للقطعه. عم نشوف هون تقى انه كمان عم تواكبي الموضه، يعني هون هلا دارجه رسومات الفواكه على الكرز، كثير ترند هلا هي الفكره. تماما. خلينا هيك نعطي فكره للمشاهدين انه هي مو طباعه، مانك انت عم تصبعي مجرد طباعه، هي كله رسم على الغسل ممكن يدوي. تروح كله شغل ايدك يعني. لا رسم على الغسل إيدك. هو اول شيء رسم يدوي، بس على الغسيل ما بتروح، بس انه بدنا نغسلها بشكل يدوي بمي بارده، وهي مستحيل تروح اصلا اساسا انه ولا حتى يخف لونها ولا شيء. مشان هيك انا يعني كثير حبيت الفكره انه هي القطعه في يعني بيعطيها عمر طويل للقطعه، وبنفس الوقت بتكون مميزه وجماليه كثير عاليه، وبتكون مختلفه عن كل الباقي الموجود بالسوق يعني. اكيد. خلينا نحكي كمان اليوم مثل ما قلتي في كثير من هاي الكنزات او هذا النوع من الكنزات درج خلال السنوات الماضيه هاي كم سنه الهودي بشكل عام، ولكن خلينا نحكي شوي عن الشيء اللي عم بيميزك، يعني البصمه اللي حاولتي تقدري هيك تدخلي فيها وتعملي فيها شيء خاص اليوم لشغلك. تمام. هلا البصمه انا تبعي خليتها من خلال الرسم ومن خلال التصاميم اللي انا بعملها. الرسم لما انا اقعد ارسم على القطعه فهذا الشيء بيسقط شخصيتي على القطعه، وبيسقط كمان شخصيه الزبونه، بحيث انه هي اذا وصتني ما يكون كل يعني ممكن انت تاخذي شيء حدا طالبه منك. بالضبط هي الفكره بدي اوصلها، انه ممكن زبونه هي توصيني الرسمه اللي بدها اياها، فهذا بيعطي انه بيكون القطعه قريبه للقلب اكثر وشخصيه اكثر يعني للزبونه اذا هي وصتني على الرسمه يعني اللي بدها اياها. بما انك عم تقولي قريبه للقلب، هلا طلعت لنا هي القطعه ناخذها علي. تمام. هي التصميم فهي انه مرسوم عليها قلب وهيك قصص، يعني انت هون شلون بتختاري هي القصص؟ على طلب الزباين ولا بتعرفي انه يعني من افكارك انت بتحبي هي القصص اللي بتحبيها؟ هلا هذا التصميم بالذات نبع من قصه حقيقيه انا عملتها. تمام. انه من القلب لما انت تحبي شيء ما بعرف اذا مبين كلمه لوف مكتوب عليها. تمام. وبيطلع الوان وازهار. تمام. بيطلع الوان وازهار مثل ما انا عملت. لما حبيت الشغف وحبيت شغلي فطلع كثير ابداعات وطلع كثير اشياء جميله ممكن نعملها. طيب خلينا نحكي شوي اليوم عن تطوير هذا. تمام. يعني انت بلشتي بهي الفكره، اليوم رح تبلشي توسعيها اكثر، يعني ما عاد تكون بس هذه الكنزات، يعني احنا بنعرف هاي لها موسم. بالضبط. مثلا هذا الوقت مثلا بالصيف عم تعملي شيء خاص، ممكن يكون لقطع ثانيه مو بس ثياب، شو الافكار اللي حاطتيها ببالك؟ هلا كتطوير مشروع حاطه ببالي انه كل موسم اعمل له فكره مميزه، يعني مثلا الفتره الجايه ممكن اعمل جواكيت جينز
أو أحياناً أعمل شناتي أو مثلاً إذا كانت على البحر طوائي. يعني كل موسم وإله منتجه الخاص. مثل ما عم نشوف يعني كمان ذكرتي الشناتي هذا الباكجينج كيف عملتي يعني كمان عم تهتمي بتفاصيل كتير مهمة إذا حدا عنده هيك بده يعطي كادو لحدا فهذا الباكجينج كمان خليت الباكجينج هو جزء من روح المنتج يعني حتى الباكجينج هذا رسم يعني يكون كل المنتج هو روح واحدة فكرة واحدة يكون عاكس مثل ما حكينا شخصية إنه مميزة تمام ومثل ما قلت لك عن تطوير المشروع بإذن الله كل شيء وله موسمه وحابة أن أوصل لعدد أكبر من الجماهير بإذن الله ويصير يلا شوب هو براند تجاري محلي بإذن الله خاص بالتوقع بالضبط خاص بالتوقع بالفعل أكيد طيب توقع خلينا نحكي كمان فكرة اليوم في كتير طرق للتسويق لهذا العمل يمكن المشاريع الصغيرة جدا مثل مشروعك عم تأخذ ناحية السوشيال ميديا اليوم لحتى تسوق لنفسها وتشترك ببازارات باعتبار هدول أكثر اثنين بيسمحوا اليوم للمشاريع الصغيرة أنه يبرزوا قدام الناس خلينا نحكي شوي عن هدول النموذجين شو شاركتي كيف التفاعل كمان عم بيكون على منصاتك الخاصة على السوشيال ميديا أول شيء السوشيال ميديا فتلا أنا بهدفين انه اعمل علاقه قويه بيني وبين الزبون انه اكون انا كل تقريبا كل زبايني هلا هن رفقات مو زباين علاقه هي كثير مهمه بالبراند ببناء طبعا. براند ناجح هي اول فكره ثاني فكره مشان فتت للسوشيال ميديا مشان فوت للجمهور اللي انا بدي اياه فوت للجمهور المستهدف اللي انا عم بطمح لحتى اوصل له وهيك سوشيال ميديا اما كبازارات اول بازار شاركت فيه ببازار الوان سوريه بإدارة المدام رنا طباع كتير كان في إقبال جدا على الفكرة والحمد لله كتير صار في مبيعات كتير عالية وهدول كأكثر طريقين صار فيهم انتشار للمشروع يعني اليوم ما تقع أنت تعتبري من الصبايا يلي ممكن يكونوا قدوة لصبايا تانيين ممكن ما عم يلاقوا شغل هنون بحبوه أو بحبوا يمتهنوا شيء هنون حابين يصير عندهم مشروعهم الخاص لإلهم قديه ممكن يكون هذا الشيء صعب أو سهل من وجهة نظرك بما أنك بلشتي ببداية مشروع عملتي من الولا شيء شيء كتير كبير وحلو هلأ هو الأمان حرفيا كان ما في ولا شيء بين إيدي أنا صنعت كل شيء حرفيا أي شيء موجود إنه حتشوفه أنا صنعته خطوة بخطوة بإيدي إن كان من القماش نزلت على السوق وبلشت تدور إن كان من الخرز حتى إن كان من الألوان أنا لحتى أعرف نوعية الألوان الممتازة والجيدة ظلت تقريبا بحدود سنتين ونص سنتين عم ببحث على الموضوع لحتى أقدم منتج جدا قوي وكتير كواليتي عالية فحرفيا أنت إذا أي شيء حاببتي بس قومي اسعي قومي طوري قومي قرأي المهم تشتغلي على المشروع اللي أنت حابة يكون عندك إياه طيب خلينا نحكي كمان اليوم المنافسة موجودة حضرتك قلتي اشتركتي بالبازار الوان سوريا مثل ما بنعرف في كتير سيدات وعم بيكونوا من المحافظات كمان وعم بيكون بعض مثلا البراندات مثل صناعة الملابس أو هي في أكثر من صح من جهة شفتي شريحة كبيرة عم نشوف الصبايا أحيانا بيتعلموا من بعض بياخدوا خبرة حدا بيشوف شيء هو منافس ولكن بيكون له وجهة نظر فيه خلينا نحكي عن صدى هاي التجربة عندك شخصيا وعلى شغلك هلأ أنا كتير استعانت بأشخاص وخاصة بنفس المجال مجال القماش وحرم كتير لحنا هون الشعب عنا كتير مساعد أي شيء دغري بس بده يساعد وبده يعني يخلي اللي قدامك يتطور ويصير أكبر واحتنت أنا أنه اختلف بين كل هاد السوق واحد بالسعر خليت سعر جدا مناسب اثنين هي نقطة كثير مهمة بالضبط اثنين حتى بالتصاميم يعني ما يعني مثل هاد تصميم القلب يعني ما بتلاقي مثل هدول التصاميم موجودة بالسوق يعني هي أول فكرة أنا بعملها وموجودة يعني هلأ حاليا بدمشق وإن شاء الله بتكبر يعني محافظات وتصير إن شاء الله يا رب أعلى وأعلى توقع لازم يكون في سؤال بهي الفقرة اللي هو لوين حابة توصلي شو هي خطواتك اللي جاية هل هي بتخص مشروعك ولا عم تفكري بشي تاني هلأ الأشياء اللي أنا حابة أكبر فيها أول شيء أوصل لعدد أكبر من الجماهير ومن المحبين لهذا البراند ثاني شيء كبل البراند أعمله براند تجاري محلي يعني إنه بإذن الله يكون في إلي محل أفتح محل بإذن الله
وثالث شيء يكون في توصيل لبرات محافظة يعني لمحافظات أكبر وحتى كمان لحتى دول تانية بإذن الله. إن شاء الله نتمنى لك كل التوفيق، وأكيد نتمنى هيك نستضيفك بوقت قريب جدا ويكون جزء كبير من اللي عم تفكري فيه يكون صار على أرض الواقع. شكرا لك. شكرا لك يا توقع، وأكيد نتمنى لك كل التوفيق لك ولكل صبية أو لكل شخص حابب يبدأ بمشروعه اليوم. وأكيد الخطوة مشوار الألف يبدأ، مشوار الألف خطوة يبدأ بميل. خلينا نودعكم اليوم، نتمنى لكم بداية نهار جديد بما أنه اليوم صباح، بتكفوا نهاركم بكل حب وسلام. واليوم كمان آخر يوم بالشهر، إن شاء الله تكون نهاية حلوة عليكم وتبدأوا بكرة ببداية شهر وأفكار جديدة وحياة جديدة وأكيد قناعات جديدة بتساعدنا لحتى نحن نرتاح شوي من الأفكار السلبية اللي بتراودنا كل يوم. كونوا بخير من هون لبكرة وبكل وقت. باي باي، وشكرا لك يا سلمى. شكرا عفاف، خلص شهر عشرة تماما، ما كان حيخلص هذا الشهر، إن شاء الله يكون ختامه على خير ويهون على الكل. بنعرف كمان هذا الشهر كان قاسي على كتير ناس، إن شاء الله يا رب الشهر الجاي يكون فيه خير وسلام لكل الدول، سوريا ولبنان وفلسطين. آمين يا رب. الله يساعد أهلينا بكل الدول المنكوبة حاليا. وأكيد بدنا نقول نحن نهاية الأسبوع، بكرة حتكونوا مع بيست أوف لأهم وأبرز المحطات من صباحنا غير خلال الأسبوع يلي مرق. لا تنسوا تتابعونا على شاشة الإخبارية لكل الأخبار لحظة بلحظة مع باقي طبعا فريق العمل. تضلوا بألف خير. باي باي.